ستوديو سامي لويز الخوت كتخرج موديل جديد بهاد السوارت هكذا داير اللوك ديالهم ما شاء الله من القدام لي بروجيكتور ديالها جاو فول ليد اليماج اوتوماتيك الكالندر ديالها كبيره ما شاء الله ديزاين زوين تايجر فيه دي بوان كرومي سامي لويت الكالندر ديالها كيف ما قلت لكم دي بوان كرومي بارشوك ديالها اوفرون فيها لي غادار الباتكيس ديالها جا ديزاين سبور الايروديناميك باش كيعطيها هذيك الفيكسيبيليتي في الطريق عندها موتوريزاسيون تاع 150 شوفو وي شوفو في الوراق ديالها هاهما لي جونت تاع 18 الومنيوم هادي الفئة تاع جي تي كاينين فيها جوج فئات الالوغ و جي تي جي تي عندك هاد لي زونت هاكا لي كيعطيوها واحد اللمحة رياضية لي غوتروفيزور ديالها غابطابل إلكتريك جاو في الكل بيانو بلاك حتى تتسمى بي كولور فاش يكون هاد بحال قلتي الفوق كولور و التحت كولور آخر بي كولور بات كيس ديالها جات كخومي فوالا طونوبيلة من اللور يكفيكم عندك الصوارت هنايا في اللور كدوز رجليك تحت هاكا كيتحل الكوفر الكوفر ديالها كبير ما شاء الله عندك كراسة كتهز هادي سبعة البلايص عندك هاد الكراسة هادو هكدايا وعندك لي بانكيط كراسة اخرين غابطة باش تزيد في المساحة تاع الكوفر ديالك كي كتسد كيفي دوز رجليك تحتها عندك دوب فلوكس دي شاب مون كرومي هاهما هي ديزاين وفيها لي غادا من اللور سامي لويت بيجو ال اي دي تكنولوجي طوموبيله واعرة الخوت ديزاين ديالها سبويل فيها لي فيتر ديالها داير عليهم باك كرومي لي فيتر اللورانيين كيجيو فيهم باك فيمي عندك فيها طوا بانوراميك عندك لاباغ دو طوا بات كيس لي جونت ديالها سيستيم فريناج من القدام ومن اللور كيجي فرينا ديسك طوموبيل الخوت ما شاء الله كديزاين خارجي اجي نشوفوها من الداخل ديالها لي غوتخو فيزور ديالها غابطة بالإلكتريك فيهم البوان افوغل لي كيعطيك فكرة على شكون لي تيجي من ديك النقطة العمياء لي مكتشوفش البيبان ديالها بوني كرومي انزيغ ديكوراتيف كرومي هنايا واحد لابار الومنيوم الكنطارة فيها لي كولور دومبيونس كيف ما كتشوف لي فيتر الكتريك الكوموند تاع الغوتروفيزور سيستيم سونوريزاسيون هنايا الكوير ومساحة تخزين اضافية بوت فيتاس اوتوماتيك ستوب ستارت ايكو ديماراج سونغلي ليكرون ديالها وي بوس اند كوكبيت ديجيتال عندك كوكبيت ديجيتال هنايا زائد الفران انا الكتريك كوب هولدر هاكو دوا سونترال كيف ما كتشوفو هنايا بلان واع ما شاء الله طوموبيلة واعرة الخوت فوالا كوكبيت ديجيتال ديالها ما شاء الله الفولون ديالها جا شكل رياضي جي تي تفيوها الخوت جي تي ملتي فونكسيون باليت بلوس باليت موا بيجو لي رابيل ديال الطوموبيله الفئه اللي عندنا خوتي عجبات نتمناها لاي واحد فيكم الطوموبيله كيدير الثمن ديالها كتبدا من 41 مليون كتوصل حتى ل 44 مليون ولكن اخوتي راه من الداخل ديالها ديزاين واعر اجي نوريكم الكراسه ديالها لي سياج ديالها هانتوما كيف ما كتشوفوا وجا كونفور بزاف فيه فونكسيون ميموار فونكسيون ميموار وعندك فونكسيون لومبير وجا فيه الكانتارا و الكوير هادي واعره اجي نشوفوها من اللور ديالها كذلك من اللور عندك هاد لي بونكيت هادو غابطة باش تزيد في المساحة تاع الكوفر ديالك كذلك راه عندك كراسي خلفية
عندك جوج زاد الطوموبيله كتهز سبعه البلايص فوالا. هنايا كدير يعني عندك سبوت فاش بقا دير شي حاجه ماكله ولا تلعيبه بحال هكذا ولا تحط نتايا المهم بيزنس كاع. عاوتاني عندك طوا بانوراميك الخوت، عندك هنايا دو سورتي تاع الكليما، عندك بريسا 12 فولت، وعندك هنايا جوج تاع بريز يو اس بي. ما شاء الله متسعه خوتي، كبيره واسعه سباسيوز. شنو نقول لك، الطوموبيله في داك البري راه تنافسيه بزاف في الفئه ديال كومباكت اس يو في، نيشان كروس اوفر اس يو في في الفئه ديالها. يعني تكون طوموبيله واعره 41 مليون اخوتي. انا بحال هذا الشوا هذا غادي نزعم عليه بهذا ليزيكيبمون وهاد لي زوبسيون اللي فيها، فراها كتموتيفيها اخوتي. حتى طو شوف البلان فو ديالها جانوار، هنا راه كحل جانوار هذا تعطيك المهم الهيبه الخوت ما شاء الله. شنو اخر فيها؟ قلت لكم جوج فئات، الالور و جي تي اللي فيها طو بانوراميك هكذا. شنو اخر، اجي نشوفوا الموتوريزاسيون ديالها. بيجو 5008 كتجي 150 شوفو، 8 تاع لي شوفو في الوراق ديالها، بوسونس فيسكال غالبا غادي ديفلوبي واحد 300 نيوتن متر. الكوبل ديالها كافية في طوموبيلة في الوزن ديال في هاد البوا ديالها وفي هاد الفوليوم اللي فيها وهاد لي سايز اللي فيها. هذا من ناحيه الموتوريزاسيون ديالها. اجيو نشوفو لي فاسيليتي اللي كاينين مع الكوميرسيال. غادي نقول لكم دابا لي فاسيليتي اللي كاينين تاع كيفاش تشريها بالكريدي ولا كيفاش تشريها، المهم واش كاين نديرو ميز ولا لا عند الناس تاع البيجو. في الكليما ديالها هكذا، نحبسو الكليما ديالها، ملي بديت نقص غنحبس من الكليما. كنشوفو نشوفو النافيغاسيون كتحكم فيها بهاد لي بوطون هادو في هاد البيانو ولا كذلك. عاوتاني كتحكم فيها كتحكم بها تاكتيل، هاد ليكرون تاكتيل. كتكونيكتا مع الاندرويد، كتسيبورت الاندرويد، كتسيبورت الابل كذلك والابل كارت كونيكتي. نو عندك عاوتاني هنايا كتكون كتريقل لي الاوديو فيها. وخارج من البحر تخيل معايا تحط بوليسيارات الكبير وتحطو في هذيك الرومبا نهار كامل ولا 8 سوايع ولا شنو هو الراديو. الناس كتشكي يعني فيها صوت مجهد بزاف في الخوت. حتى انا مازال ما فهمتهاش مزيان. Ah, yes.